إنقاذ غريق. التهور والاندفاع دون إعمال العقل فيه جنون وسوء تدبير. وأصل التهور والاندفاع الخفة في العقل والرأي والفعل أو الطيش دون حساب العواقب. وكم من أمور أضحكتنا بسبب التهور وبكى من عواقبها اللبيب. والمتهور المندفع أسير جهله، خفيف العقل بسيط الفهم، ظاهر الجهل ضعيف الرأي، عديم الفكر مخدوع غير مبال، لا يحسن إدارة نفسه. والنتيجة في المحصلة النهائية الندم والشعور بالحزن الشديد نتيجة هذا التهور. إن التهور يكون في لحظة، ولكن الندم قد يستغرق سنين. والندم هنا هو العقل الذي حضر ولكن متأخرا. فكم من لسان تهور فاحتاج بعد ذلك إلى احتضارات طويلة لا يجدي كثير منها بعد فوات الأواني. أهداف الحكاية: التعرف على عناصر الحكاية، الشخصيات، الزمان، المكان والأحداث. التعرف على البنية السردية للحكاية: البداية، التحول، المشكل، الحل والنهاية. استعمال المعجم وشرح كلمات بسيطة. استعمال الظواهر اللغوية، الأساليب، التراكيب والصرف والتحويل. تبديل عناصر الحكاية لإنتاج حكاية جديدة. مراحل تقديم الحكاية: الحصة الأولى، الملاحظة والتوقع. ما هو عنوان الحكاية؟ ماذا تلاحظ في الصور الأربعة؟ استمع إلى نص الحكاية وأعد الاستماع إليها كلما أتيحت لك الفرصة لذلك. إنقاذ غريق. أصيب حسن في حادثة سير وخرج من المستشفى مشلول الساقين، يستعين على السير بعكازين، لكنه برغم إعاقته كان تلميذا مجدا يحصل في غالب الأحيان على الرتب الأولى، وكان طفلا نشيطا أصر على أن يتعلم السباحة لأنها تناسب طبيعته الخاصة. اصطحبه والده إلى ناد قريب حيث صار يقضي وقت فراغه في التمرن على السباحة حتى صار سباحا ماهرا. وذات يوم من أيام فصل الربيع نظمت المدرسة رحلة إلى أحد الأنهار، وعندما وصلت الحافلة إلى النهر اندفع الأولاد في سعادة يجرون ويقفزون. خلع سعيد ثيابه وقال لزملائه: هيا نعبر النهر. فصاح فيهم حسن محذرا: لا تسبحوا في النهر، إنه شديد الخطورة، سيجرفكم تياره القوي، انظروا ماذا كتب على تلك اللوحة. التفت التلاميذ إلى اللوحة وقرأوا عليها: السباحة ممنوعة في النهر. أحجم التلاميذ عن السباحة في النهر، لكن سعيدا خلع ثيابه وارتمى في النهر، ثم أخذ يسبح مبتعدا عن الضفة وزملاؤه يتصايحون في سعادة وسرور، وحسن يراقبه في قلق وانتباه. وفي منتصف المسافة توقف سعيد عن السباحة وكلت ذراعاه، فأخذ يتخبط في الماء
يظهر ثم يختفي حتى خارت قوته وأحس بالخطر، فحاول أن يعود إلى الضفة لكن التيار جرفه بعيدا. وقف التلاميذ ينظرون في خوف وحيرة، ثم تعالت أصواتهم: إنه يغرق، إنه يغرق، النجدة، النجدة. وإنهم لكذلك إذا حسن وبلا تردد يخلع ملابسه ثم يلقي بنفسه في الماء وينزلق انزلاق السهم، يسبح حيث هبط الغريق فهبط وراءه واندفع يشق العباب بأقصى سرعة، فمكنته مهارته في العوم من الوصول إلى سعيد الذي أوشك على الغرق. وما هي إلا لحظة حتى انفرج عنهما الماء. أوكي غنعود هادي. وما هي إلا لحظة حتى انفرج عنهما الماء، فإذا حسن يمسك سعيدا من ذراعه ويرفع وجهه فوق صفحة الماء ويسبح عائدا به إلى الضفة. تجمع التلاميذ يشاهدون هذا العمل البطولي بدهشة وإعجاب، ولما أنقذ الغريق اندفعوا نحو حسن يحتضنونه ويقبلونه ويصفونه بالبطل الشجاع. انقل هذه الأسئلة وحاول الإجابة عليها. تحدث شفويا عما فهمته من الحكاية. الحصة الثانية: تعرف عناصر الحكاية. أعد السمع مرة أخرى إلى نص الحكاية. ما هي الشخصيات الواردة في نص الحكاية؟ متى وقعت أحداث الحكاية؟ أين وقعت أحداث الحكاية؟ تحدث شفويا عن أحداث الحكاية. الحصة الثالثة: تعرف البنية السردية للحكاية. تحديد بنية الحكاية، أي الجزء الخاص بالبداية، الجزء الخاص بالتحول، الجزء الخاص بالمشكل، الجزء الخاص بالحل، وأخيرا الجزء الخاص بالنهاية. أجب عن الأسئلة المتعلقة ببنية الحكاية. الحصة الرابعة: استثمار الرصيد المعجمي والظواهر اللغوية. أجب عن الأسئلة التالية: ما هو عنوان الحكاية؟ ما هي بنيتها السردية؟ انقل الكلمات التالية واشرحها. إيت على منوال ما يلي. إيت ببعض الأفعال الواردة في الحكاية وركبها في جمل مفيدة. صرف الجملة التالية: مع ضمائر المفرد والمثنى والجمع. الحصة الخامسة: السرد والتشخيص واستثمار القيم. أسرد بعض مقاطع الحكاية باستعمال التعابير الجسدية والتغيرات الصوتية محاولا تقليد الراوي. استمع إلى الحكاية واستخرج منها القيم النبيلة الدالة على التعاون والتضحية وحب الآخر والتعايش وحب الجمال والخير والحق ونبذ الباطل.
إيتي ببعض من الأمثلة عايشتها تروج لبعض القيم الواردة في الحكاية. الحصة السادسة، إنتاج حكاية جديدة. قم بتبديل الحكاية أو بعض منها لتنتج حكاية جديدة. الشخصيات، الزمان، المكان، الأحداث. استمع الآن إلى حكاية جديدة. إنقاذ الطفل المتهور. أصيب حسن في باحته الصوتية بعد أن سقط على متن دراجته، وخرج من المستشفى أبكم لا يتكلم، لكنه برغم إعاقته كان تلميذا مجدا، يحصل في غالب الأحيان على الرتبة الأولى، وكان طفلا نشيطا. أصر على أن يتعلم التزلج وتسلق الجبال لأنها تناسب طبيعته الخاصة. اصطحبه والده إلى نادي قريب بمدينة إفران، حيث صار يقضي وقت فراغه في التمرن على التزلج والتسلق، حتى صار متزلجا ماهرا. وذات يوم من الأيام فصل الربيع، نظمت المدرسة رحلة إلى جبل أوكيندن. وعندما وصلت الحافلة إلى الجبل، اندفع الأولاد في سعادة، يجرون ويقفزون ويلعبون بالثلج. وضع سعيد حقيبته وقال لزملائه: هيا نعبر ذلك المنحدر المغمور بالثلج. فصاح فيهم حسن محذرا: لا تعبر المنحدر، إنه شديد الخطورة، قد تتسببون في انهيار ثلجي. انظروا ماذا كتب على اللوحة. التفت التلاميذ إلى اللوحة وقرأوا عليها: عبور هذه الحافة ممنوعة. أحجم التلاميذ على عبور الحافة، لكن سعيد صمم على ذلك. ثم آخر يصعد مبتعدا عن سفح الجبل، وزملاءه يتصايحون من السعادة والسرور، وحزن يراقبه في قلق وانتباه. وفي منتصف المسافة توقف سعيد عن صعود، وخارت قواه وأنهك الثلج قدرته على التحمل، فأخذ يتردد في متابعة الصعود أو النزول. ظهر ثم يختفي حتى خارج قواه وأحس بالخطر، فحاول أن يعود، لكنه انزلق وانهار مع الثلج وجرفه بعيدا. وقف التلاميذ ينظرون في خوف وحيرة، ثم تعالت أصواتهم: إنه يموت، إنه يموت، النجدة. وإنهم لذلك إذا أحسنوا بلا تردد ينتعل مزلجه، ثم ينساب في الثلج وينطلق انطلاقا كالسهم في اتجاه سعيد الذي طمر في الثلج، فهبط وراءه واندفع يزيح عنه الثلوج بأقصى سرعة. مكنته مهارته في التزلج من الوصول إلى سعيد الذي أوشك موت المحقق، وما هي إلا لحظات حتى انفرج عنه الثلج. فإذا حسن يمسك سعيدا من ذراعه ويرفع وجهه. تجمع التلاميذ يشاهدون هذا العمل البطولي بدهشة وإعجاب، ولما أنقذهم دفعوا نحو حسن يحتضنونه ويقبلونه ويصفونه بالبطل الشجاع.